Welcome back to another new edition of Egypt's Parliament. And today we to continue to bring you the latest activities from inside the Parliament. And we're very delighted to have with us in this edition of Egypt's Parliament, Mr. Tarek Al Kholi, Member of Parliament, of course, and Member of the Foreign Relations Committee. أستاذ طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية حضرتك أيضا عضو في لجنة العفو الرئاسي بالبرلمان كنا عايزين نعرف أن هناك دفعة أولى تم الانتهاء منها هناك دفعة ثانية انتهيتم من العمل عليها وبعثت للرئاسة وستعلن قريبا وهناك الدفعة الثالثة اللي بتعملوا عليها حاليا كنا عايزين نعرف آليات عمل اللجنة ومعاييرها كيف تتم؟ بسم الله الرحمن الرحيم يمكن اللجنة دي كانت أحد التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول للشباب هذا المؤتمر الحقيقة أنه كان مؤتمر هام جدا كان أول مؤتمر من نوعه بيلتقي فيه الشباب مع رأس الدولة على مدار 3 أيام بيتناقشوا فيه كل قضايا الشباب مش بس قضايا الشباب الموضوع تطرق لقضايا المجتمع وكان في عدد من الأمور اللي تم إثارتها من خلال هذه النقاشات كان أحداها هو مسألة الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بالتظاهر والرأي والنشر وضرورة إعادة النظر في حالات هؤلاء الشباب بعد حالة الاستقرار السياسي اللي احنا قدرنا نحققها حتى هذه اللحظة والحقيقة أن الرئيس استجاب لهذا الأمر خلال التوصيات النهائية التي أعلنت في نهاية المؤتمر بتشكيل لجنة لفحص حالات الشباب المحبوسين على سواء محكوم عليهم أو محبوسين على ذمة قضايا رأي ونشر وتظاهر بالإضافة للاستجابة لفكرة تعديل قانون التظاهر وإرسال الحكومة تعديل إلى مجلس النواب وبناء على ده شكلت اللجنة كان اللجنة في الأول عندها سقف زمني محدد كان محدد تقريبا 60 يوم وكان الحالات اللي بينظروها بس هي حالات المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا لكن بعد لقائنا بالسيد رئيس الجمهورية تشكيل اللجنة ولقائنا بالسيد رئيس الجمهورية طلبنا بضرورة رفع السقف الزمني وأن يكون الوقت مفتوح لأنه مش هنلحق ننتهي في هذا الوقت القليل فتم الاستجابة لده بالإضافة لإضافة المحكوم عليهم أحكام باتة نهائية وليس المحبوسين احتياطيا فحسب وأيضا الرئيس استجاب لهذا الأمر وبالتالي أصبحنا بدون سقف زمني أصبحنا بننظر كل الحالات مع اختلاف وضعها القانوني سواء كانت من المحبوسين احتياطيا أو من المحكوم عليهم أحكام باتة نهائية لكن في إطار عام هو القضايا المتعلقة بالرأي والتعبير فحسب انتهينا بالفعل من القائمة الأولى في وقت وجيز وصدرت وكانت فيها 82 شاب وكان أغلبيتهم من المتهمين على أو المحكوم عليهم في قضايا تظاهر وكانت كلها أحكام باتة نهائية انتهينا من القائمة الثانية وأرسلناها لمؤسسة الرئاسة والحقيقة أن احنا بنطبق معيارين بشكل واضح على كل الحالات اللي واردة لينا معيار أول متعلق بعدم ارتكاب أعمال عنف ومعيار تاني هو عدم الانتماء لتنظيم إرهابي ومنهم جماعة الإخوان وبنطبق هذه المعايير بمنتهى الشفافية والوضوح وبترسل القائمة لمؤسسة الرئاسة عشان بيتم مراجعتها والوقوف على تطبيق هذه المعايير ومراجعة الأوضاع القانونية في ظل أو في إطار القانون والدستور وتمهيدا لإصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية لما بنتكلم عن عفو رئاسي عن مسجوني رأي أو مسجوني فكر أو المسجونين الخاصين الخاصة بهذا القضايا بنتكلم عن نوع الجرائم ونوع القضايا التي ستنظر إيه هي نوع القضايا التي ستنظر يعني هناك أحكام فيها يعني باتت نهائية الحكم وهناك أحكام بينظر القضاء فيها وهناك أحكام قيد التحقيقات إيه نوع الجرائم ونوع القضايا اللي بينظر فيها وكيف يتم التعامل معها يمكن إحنا بنتكلم على جماعة الإخوان هو تنظيم إرهابي بحكم القضاء وبحكم خروجنا عليهم في ثورة 30 يونيو وبحكم إنهم يعني عندهم أفكار معادية لفكرة الوطن وإنهم بيسعوا لإحراز مكاسب محددة ولإحراز أهداف ولو على حساب وعلى أنقاض الوطن الحقيقة يعني دي فكرة في منتهى الخطورة
وبالتالي واحنا بنتعامل مع هذا الامر احنا بنتعامل مع جماعه ككل، ما بنفرقش فيها ما بين اللي دوره متعلق باللجان الالكترونيه اللي بتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي او اللي في الشارع بيزرع قنبله. الاثنين بالنسبه لنا قدامنا حاجه واحده، وهما بيكملوا بعض داخل تنظيم كبير بينتهج للعنف. البعض نظر في فكره انه بعض الاخوان اللي يعني لم يرتكبوا اعمال عنف وليه ما ياخدوش فرصه تانية في العوده للحياه وانهم يعني يتم العفو عنهم. والحقيقه انه اللجنه كانت واضحه في هذا الامر ورفضته من اللحظه الاولى، وقالت انه لا يمكن ان احنا يعني نجري اي عمليات مراجعات او مصالحات مع اي شخص من جماعه الاخوان حتى ولو لم يرتكب عمل عنيف، لان احنا بنتكلم على عقيده. وكان ما حدث في الكنيسه البطرسيه هو دليل على او اكد صحه وجهه نظر اللجنه في هذا الامر، لما انه الشخص الانتحاري ده حصل على اخلاء سبيل من النيابه او القضاء لعدم اكتمال الادله وخرج من هذه القضيه، كانت قضيه متعلقه باعمال شغب للاخوان في تظاهرات، وخرج ليرتكب هذا العمل البشع ويفجر الكنيسه البطرسيه. فبالتالي هنا كان عندنا برهان على انه حتى لو اي عنصر من عناصر الاخوان لم يرتكب عمل عنيف، من الممكن ان يرتكب. وبالتالي لو احنا خرجنا عشرات او مئات او الاف من الاشخاص اللي بينتموا لتنظيم الاخوان وهم لم يرتكبوا اعمال عنف، احنا بنخرج قنابل موقوته في المجتمع، وده بيشكل خطر على امن وسلامه المجتمع والمواطنين، واعتقد ان محدش ابدا ممكن يوافق على ده. بجانب القضايا اللي هي اللي حضرتك تكرمت وكلمت عنها، هناك أيضا المعارضة، هناك أنواع كثيرة من المعارضة، وهي أصلا يعني بنفس أهمية أو بنفس خطورة الجماعات الإرهابية، لأن المعارضة الغير هادفة الغير موضوعية هي برضو من شأنها أنها بتهدم الدولة. فبرضو لو تكلمنا عن أنواع المعارضة، هناك معارضة سياسية، هناك معارضة ممولة، هناك معارضة لأهداف غير بعيدة تماما عن بناء الدولة. فعايزين نتكلم باستفاضة أكتر عن جرائم المعارضة وكيف يتم النظر فيها. الحقيقة حضرتك بتتكلمي على مجموعات تقريبا ما بقتش منظمة. لو بنتكلم على الحركات الاحتجاجية اللي تواجدت من قبل يناير 2011 لحتى هذه اللحظة، بنتكلم على حركات ما كانتش طول الوقت كان عليها تغير بشري، لأن هي مش منظمة، فيها خلافات طول الوقت. وبالتالي احنا بنتكلم على حالات احنا بيجي لنا ونبص عليها حالات فردية. إذا كان في تحفظات على أي أشخاص بينتموا لتنظيمات الغرض منها هو هدم الدولة أو غيره، ده جزء من أو إنه ارتكب عمل عنيف، ده بيبقى أمر مرفوض. لكن بشكل عام احنا بنتكلم على حركات احتجاجية لم يعد تقريبا لها وجود حقيقي ولها تأثير في الشارع. والحركات الاحتجاجية بتستمد قوتها ومكانتها من التأييد الشعبي. طالما إنه ما فيش تأييد شعبي وفي رفض لهذه الحركات الاحتجاجية، بالتالي بتفضل مجموعة قليلة جدا من الأشخاص اللي ممكن يكونوا أصحاب أفكار متشددة أو أصحاب أفكار من شأنها إنه لازم نهدم مثلا كل مؤسسة الدولة عشان نبنيها بشكل صحيح، ودي أفكار خاطئة، لأنه لا يمكن أن يأتي التغيير في دولة كبيرة زي مصر بشكل جذري وبشكل صادم أو بشكل سريع. إنما القدرة على مكافحة الفساد وعلى تحسين أداء المؤسسات يأتي بشكل تدريجي عشان هذه المؤسسات لا تهدم، ودي الفكرة اللي لازم الكل ينتبه إليها. وبالتالي أي حد ارتكب عمل عنيف، أي حد بينتمي لتنظيم أفكاره متشددة ضد الدولة أو غيره، بيصنف أنه تنظيم إرهابي، بيتم استبعاده فورا. لكن خلينا أقول أنه الحالات اللي احنا والفلسفة وجود هذه اللجنة، هو الغرض الرئيسي منها انه الشباب اللي في لحظه معينه نزل اخترق قانون التظاهر بشكل سلمي، نقدر نديله فرصه اخرى في العوده والاندماج للحياه، لانه انا مش عايزه يخرج بعد 3 سنين او 5 سنين ارهابي. لانه لو شخص خرج في مظاهره سلميه ولم يرتكب عمل عنيف وخد 3 أو 5 سنين وقعد في السجن كل هذه الفتره، هيخرج ناقم على المجتمع وهيبدا يوجه انتقامه لهذا المجتمع ويتحول الى ارهابي. هو ده اللي احنا بنحاول ان احنا نتجنبه.
تمام، حضرتك ذكرت نقطة مهمة هي دخول أحد العناصر من الشباب، هو فقط في مظاهرة يعني عابرة، إنه بيدخل بيكتسب فكر يعني قد يجده داخل السجن، أو بيكتسب يعني، ما دي أيضا من الحاجات الخطيرة اللي هي بتهدد شبابنا دلوقتي. طبعا دي خارج لجنة العفو الرئاسي، ولكنها أيضا مشكلة مهمة جدا قد تؤدي إلى أن ارتكابه جرائم سياسية أو جرائم إرهاب فيما بعد. يعني كيف نتجنب هذه الأخطار؟ هل بيبقى في فصل بين المسجونين مثلا؟ الحقيقة أنه اللي بيرد من مصلحة السجون أن في فصل بيحدث، لكن إحنا جات لنا بعض الشكاوى من بعض أهالي المحبوسين، وقالوا أنه أبنائهم تغيروا فكريا، وأنه مش دول أبنائهم اللي كانوا يعرفوهم وقت ما دخلوا السجن، وان ابتدى يبدو عليهم ملامح وطريقه كلام مختلفه من او يعني طبيعه الكلام اشبه بطبيعه استخدام الالفاظ والمصطلحات اللي بيستخدمها الجماعات المتطرفه. وبالتالي دي كان انذار لضروره رفع توصيه من اللجنه، وده برضو في اطار عملنا احنا بنرفع توصيات لمؤسسه الرئاسه فيما يتعلق ببعض الامور اللي بنقابلها من خلال عملنا. فقلنا ضروره الوقوف على الفصل داخل السجون ما بين اللي خدوا احكام بتة نهائية وفي قضايا ارهاب، وما بين المحكوم عليهم في قضايا تظاهر او رأي او نشر، عشان نمنع اي استقطاب ممكن يحدث لهؤلاء الشباب من قبل الجماعات الارهابية داخل السجون، لان ده بيشكل خطر شديد. من ضمن القضايا ايضا الشائكة واللي اثير حولها جدل كثير جدا في المرحلة السابقة وحتى الان، هي مسألة ازدراء الاديان او القضايا التقاضي تحت مسمى ازدراء الاديان. هل بيتم النظر في هذه القضايا ايضا، مسألة ازدراء الاديان، وكيف يتم الحكم فيها، ومن هم اللي ممكن انها قد يعني تشمل القائمه منهم، من شملهم القضايا بتاعت ازدراء الاديان، وخاصه ان هناك كاتب او مفكر وكاتبه قد تم الافراج عنهم من الرئاسه من قبل في احد قضايا ازدراء الاديان. هي ايضا من احد القضايا اللي بيستخدمها الاذرع السياسيه لبعض الدول اللي هي تحت مسمى جمعيات حقوق الانسان، فبيستخدموها ضد مصر في حروبهم. فحضرتك تكلمنا برضو عن مسألة قضايا ازدراء الأديان، وهل هناك أسماء في القائمة الثالثة أيضا موجودة؟ بالتأكيد المسألة شائكة، وهي من ضمن الحالات اللي احنا بننظرها فعلا. وهنا بيأتي دور اللجنة، زي ما بقول احنا عندنا معيارين واضحين بنطبقهم. أما القرار اللي بعد كده هو قرار مؤسسة الرئاسة، فإذا حتى رفعنا حالات من هذا النوع زي حالة إسلام بحيري وخرج فعلا طبقا للقائمة الأولى، أو حالات أخرى يعني لن يرد ذكرها دلوقتي إنما لما يتم إقرارها ووضعها، طبعا إحنا في حالات نظرناها وبعض الحالات هتوضع على القوائم المقبلة. لأنه يعني بعتذر عن اعتراض كلام حضرتك، ولكن ما أسهل على أي يعني شخص أنه يقاضي شخص آخر تحت أو تحت مسمى تهمة ازدراء الأديان، ودي حالات درجة جدا حاليا، يعني قد توضع تحت قائمة الحالات الدرجة. احنا النهاردة بنتكلم على تجديد خطاب ديني، وفي نفس الوقت لو حد اتكلم فأنا بحرك ضده قضايا متعلقة بأنه بيتكلم بشكل مختلف، حتى لو أنا مختلف مع اللي بيقوله، يعني أنا شخصيا مختلف مع كثير مما يقول إسلام بحيري، لكن ده مش معناه أنه يتحبس، يعني في فرق ما بين الأمرين، هو يقول ما يقول، والحقيقة أنه يطلع حد تاني على طرف آخر. يعني أنا مثلا معجب بالمناظرة التي تمت بينه وبين أسامة الأزهري، الشيخ أسامة الأزهري، والحقيقة أنه الشيخ أسامة الأزهري أجاد بشكل كبير، وهنا الفكر يواجه بالفكر، وليس الفكر يواجه بالسجن، مش هو ده المفهوم الصحيح. وأنه أي شخص بيأتي بأفكار خارج إطار تقاليد المجتمع أو خارج إطار عقائد المجتمع وإيمانه وغيره هيبقى منبوذ داخل هذا المجتمع، هيبقى مرفوض. وبالتالي خلينا هنا نسيب المساحات دي للمجتمع، هو اللي يحكم وهو اللي يقدر ينفذ حكمه على الشخص اللي ممكن يأتي بأفكار شاذة أو غريبة، أو ما بقولش فيها جديد لكن بقول إنها غريبة على المجتمع بالكلية، غريبة على الدين بالكلية. خلينا المجتمع هو اللي يمارس هذا الأمر وليس مسألة السجن. فالفكر هنا يجب أن يواجه الفكر، والحقيقة إنه دي أحد الدعاية السوداء اللي بتستخدم ضد الدولة المصرية في الخارج، ولازم ننتبه لهذا الأمر.
لأنه في الخارج الفكر يواجه بالفكر، لا يمكن أنه أحد يعبر عن فكرة خاصة به أنه يتعرض للسجن. هذا وضع غير سليم وفي حاجة لإعادة نظر. والحقيقة زي ما بقول أنه خلوا المحاكمة والمحاسبة في هذا الأمر للشعب المصري وليس بوضع الناس خلف القضبان لأنه قال رأي أو فكرة معينة. حضرتك تكرمت وتكلمت عن الدعاية أو مسألة الدعاية السوداء من قبل بعض وسائل الإعلام الغربية ومن قبل بعض الدول ومن قبل بعض المؤسسات الحقوقية اللي احنا اتكلمنا وقلنا ان هي أزرع سياسية لبعض الدول. مسألة الحقوق دي كانت أحد أهم وسائل الحروب أو حروب الجيل الرابع كما يسموها من الدول ومنذ 30/6. فكثير من الدول وكثير من المؤسسات بتأخذ مسألة الحقوق خاصة في مصر بتضعها أحد أهدافها وتستهدفها بشكل كامل، ويتم التركيز على مصر بشكل يعني كبير جدا في مسألة الحقوق، ويتم اتهام مصر بانتهاء الحقوق، ويتغاضوا تماما عن مسائل مثل غوانتانامو باي ومثل تركيا ومثل بعض الدول العربية ومثل جنوب أمريكا وغيرهم من الدول في انتهاء الحقوق. تكلمها عنا وازاي حضرتك برضو ممكن ان احنا نقدر نرد على هذه الاتهامات. الحقيقة حضرتك لمستي ملف مهم جدا وخطير، واحنا بنتكلم هنا على منظمات المجتمع المدني وعملها في مصر، والحقيقة انه ده كان من الامور اللي كان ضروري اعادة النظر فيها ووجود تشريع منظم لعمل هذه الجمعيات. وبالفعل البرلمان المصري نجح في ان يخرج بتشريع يقدر ينظم بشكل افضل أداء عمل هذه الجمعيات في من حيث مسألة الشفافية ومن حيث مسألة أداء عملها من غير ما يكون في تقييد، لكن في مراقبة وفي شفافية واضحة عشان يعني هذه الجمعيات ما يخرجش عن الهدف الرئيسي من وجودها. إذا كانت هذه الجمعيات والجانب المتعلق بالذات بمراكز الفكر السياسي بيقتصر دورها على الأبحاث وعلى وضع مثلا بعض التوصيات المتعلقة بالتنمية، لكن الدور الحقيقة انحرف إلى أمور تانية مختلفة تماما. وبنجد أنه في بعض القضايا يعني في تداخل من هذه المنظمات خطير جدا، وفي إضرار بالدولة وفي تعمد في استهداف الدولة. بعض حتى هذه المنظمات بيمول من دويلة عربية وفي نفس الوقت لا ينتقد نظام الحكم فيها اللي هو نظام حكم ديكتاتوري، فده شيء غريب يعني وغير مفهوم. البعض لا ينتقد مثلا وهو يمول أو يساعد من النظام التركي حاليا، ولا ينتقد التصرفات النظام التركي اللي هي بقت عنترية وبقت فيها إقصاء لكل المعارضين وفيها قبض عشوائي وفيها ممارسات بعيدة كل البعد عن حقوق الإنسان. وبالتالي في هنا كيل بمكيالين، وده شيء في منتهى الخطورة وكان لابد أن يواجه، وفي اعتقادي أنه يواجه بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لأنه فعلا هذه الدكاكين مارست دعاية سوداء شديدة ضد الدولة المصرية بعد 30 يونيو. وبالمناسبة هم مش عددهم كبير، لكن هم بيتسببوا في تشويه كل المجتمع المدني في مصر، لأنه في ناس تانية قدرت تعمل نماذج جيدة وقدرت تعمل شغل العمل المدني كما يجب بدون التدخل في العمل الحزبي. في بعض المنظمات تحولت من انها منظمات عمل مدني واهلي الى انها بتمارس السياسه وكانها احزاب سياسيه، وهنا في خلط شديد ما بين المسائل، وده كان لابد كان في حاجه الى اعاده نظر، وفي اعتقادي ان ده هيشهد معالجه اكبر خلال الفتره المقبله. عندما نتكلم عن الحقوق الحريات، هناك حقوق مكفوله للمواطن هي من صميم حقوقه، وهناك حقوق قد عندما يعني بتتخطى الحد بتصبح حريات هادمة. فعايزين نتكلم عن الحريات المسؤولة، لأن هناك خط بيفصل بين الحرية التي تضر الآخرين وبين الحرية المسؤولة. هل هناك آليات بتحكم هذه المسألة؟ الحقيقة أن القانون لسه خارج، وبالنسبة بعد تكوين المؤسسات المسؤولة تنظيميا عن إدارة أو تنفيذ هذا القانون، وده هيكون برقابة مباشرة من البرلمان، أعتقد الأمور إن شاء الله تتصلح بشكل كبير. ده أحد القوانين اللي حقيقة يعني أزعج بعض الحكومات في الخارج. وإحنا وكان يمكن عندنا لقاء من عدة شهور كان داخل مجلس العموم البريطاني، وكنت من ضمن الوفد المصري المدعو داخل مجلس العموم، وهما كانوا منزعجين من القانون.
واكتشفنا انه ايضا مورست دعايه سوداء ضد القانون من قبل المنظمات اللي هي المستفيده او اللي هي ضد القانون. المنظمات في الداخل او قانون التزامن؟ لا، قانون تنظيم الجمعيات، عمل الجمعيات الاهليه، ومورس ضد هذا القانون دعايه سوداء شديده من قبل بعض المنظمات في الداخل اللي هي ضد بقى فكره شفافيه الاموال، وانه يعني عايز الامور تفضل زي ما هي حاليا. واحنا الحقيقه ردينا على كل اسباب الانزعاج اللي كتير منها يعني مدعى فيه وغير حقيقي، وكان في تفاهمات في هذا الامر. وبالتالي دايما الدعايه السوداء دي محتاجه دور على الطرف الاخر، وهو مؤسسات الدوله المصريه، سواء كان الدبلوماسيه الرسميه او الدبلوماسيه البرلمانيه او حتى بعض مراكز الابحاث المحترمه في مصر، وعندنا مراكز مهمه وتقيله زي مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجيه وغيره من المراكز، في مراكز مهمه في مصر تقدر تلعب دور اخر في مواجهه هذه الدعايه السوداء، لانه ده مش مجرد اختلاف على قاعده وطنيه، ده مش اختلاف، ده ممارسه واضحه تخريب كل ما يدور في مصر، سواء كان على الجانب السياسي او على الجانب الاقتصادي، ومع اغفال فكره ان احنا لسه بنمر بمرحله التحول الديمقراطي. في دول بعد ثورات قعدت عقود طويله عشان توصل لحاله الاستقرار الديمقراطي اللي بتنعم بيها دلوقتي، وعندنا نموذج صارخ هو فرنسا. فرنسا قعدت لغايه الجمهوريه الثالثه بتحاول تعمل ديمقراطيه في فرنسا على مدار عقود طويله. احنا النهارده ماشيين بوتيره اسرع بكتير، واعتقد انه ده كويس، وما بنقولش ان احنا وصلنا الى الكمال، لكن احنا ما وقفناش، احنا مكملين في كل الملفات على التوازي، لكن كمان حقوق الانسان لا تنحصر في العمل السياسي والحريات فحسب، وانما ايضا من حقوق الانسان التعليم الجيد والحصول على خدمه صحيه جيده ومواجهه الفقر ومكافحه الفقر. كل دي من مفاهيم حقوق الانسان اللي من المفترض ان احنا ندافع عنها زي ما بندافع عن الحريات فحسب. Egyptian MP Tarek Kholi, a member of the Presidential Pardon Committee, said that he has received a declaration of repentance from a number of imprisoned members of the banned Muslim Brotherhood organization, which he will forward to the presidency. Speaking to Al Ahram Arabic website, MP Al Kholi said that these messages from the Brotherhood prisoners were sent to him in his personal capacity, explaining that the pardon committee has clear criteria for considering cases for pardon, which exclude those affiliated with the banned group. Al Kholi said that the Brotherhood prisoners confessed to being members of the Brotherhood, but they have renounced these ideas as well as the Brotherhood itself, expressing remorse and requesting pardon. The MP stressed that the presidency is the authority responsible for issuing pardons and that the prisoners' repentance may be a ruse to get out of prison. The committee to review the cases of imprisoned Egyptian youths was formed by President Abdel Fattah al-Sisi out of the National Youth Conference held in Sharm el-Sheikh in late October. The five-member committee comprises prominent politician and member of the Free Egyptians Party, Osama al-Ghazali Harb, writer Nashwa al-Houfi, National Council for Human Rights member Mohammed Abdel Aziz, along with MP Al-Kholi and Assa'a, a former member of Assisi's electoral campaign. In November, Assisi pardoned all 82 prisoners included on the first list of those recommended for pardon by the committee. The second list of those recommended for pardon was recently submitted to the presidency but is still awaiting approval. Members of the committee have recently told Ahram Online it is preparing a third list. حضرتك اتكلمت عن التحول الديمقراطي، عايزين نتكلم عن مسألة التحول الديمقراطي وايه شروطها من اجل النجاح بان احنا نوصل الى يعني دولة ديمقراطية سليمة بتقوم على اسس ديمقراطية غير مشكوك فيها. التحول الديمقراطي بيبدأ من لحظة هي وجود دستور ينظم العلاقة ما بين السلطات ويخلق فصل ما بين تلك السلطات ويحدد عمل كل سلطة وبيحدد او يضمن عدم تغول اي سلطة على الاخرى. والحقيقة ان دستور 2014 بيعمل ده، بالإضافة إلى أنه بالممارسة هنقدر نوصل لحالة الاستقرار السياسي اللي هي هتتم عن طريق وجود أحزاب سياسية
اثنين او ثلاث احزاب كبار، مش 100 حزب سياسي اقويه. كل حزب من الاحزاب دي عنده فكره او ايديولوجيه هو قائم عليها هذا الحزب، ويقدر ان هو يتم تداول السلطه فيما بين الثلاث احزاب الكبار. ده موجود في كل حته في الدنيا. احنا وصلنا الى حاله الاستقرار السياسي واكتمال التحول الديمقراطي هو بوصول لهذه النقطه، وجود احزاب سياسيه قويه وقادره على تولي السلطه، ويتم تداول السلطه فيما بينها. حزب يبقى في السلطه، الاثنين التانيين يبقوا في المعارضه، ويتم وجود تبادل على حسب الظرف السياسي وعلى حسب الناس ما هتنتخب مين. الوصول لهذه المرحله هو التحدي الحقيقي، لانه الفراغ الحزبي اللي موجود الان رغم عدد كبير من الاحزاب، الا ان هذه الاحزاب غير مؤثره. البعض القليل فقط يحاول ان يعني يحرز تقدم، ان يصنع شيء، لكن هو لم يستطع يعني الوصول الى يعني اي شكل من اشكال التنظيم القوي المتجذر في الشارع. وبالتالي هذا الفراغ الحزبي يشكل خطوره شديده جدا على الاستقرار السياسي في الدوله. فكلنا لازم ننتبه الى هذا الامر، ونشتغل بشكل قوي جدا في وجود احزاب قويه قادرة على تحقيق استقرار سياسي، وعلى وعدم وجود فراغ يمكن من خلاله عودة أي تنظيمات متطرفة أو إرهابية مرة أخرى إلى المشهد السياسي. ولكن أيضا إضافة إلى ده، يكون لازم الاهتمام بالوعي والتعليم حتى يقع الشباب مرة أخرى فريسة للتنظيمات. تأكيد التعليم والأفكار. التعليم هو الخطوة الأولى في صنع أي حضارة أو القدرة على الارتقاء بأي مجتمع. الخطوة الأولى كانت في التجربة اليابانية بالتعليم، الخطوة الأولى كانت في التجربة الألمانية هي التعليم، رغم أن هذه الدول خرجت من الحرب العالمية الثانية مدمرة تماما، وأنه قدروا في عقود قليلة جدا أنهم يكونوا من أكبر الاقتصاديات في العالم بسبب أو بدأ من لحظة التعليم ولحظة إطلاق الإبداع. وعشان كده مؤتمر الشباب كان عنوانه هو ابدأ انطلق، وكان الهدف من هذا العنوان هو انه ازاي اقدر اناقش المشاكل اللي بتحجم الابداع لدى شباب مصر، اللي بتحجم الانطلاق. وهنا ازاي نقدر نواجه البيروقراطية، نواجه الفساد، نواجه امور كتيرة محجمة فكرة الابداع، محجمة فكرة ان المجتمع يقدر ينطلق للامام. هو ده التحدي الحقيقي اللي قدامنا خلال الفترة اللي جاية. طيب احنا عايزين قبل ما نبدأ نخرج من مسألة العفو الرئاسي وما يتعلق بكل قضايا العفو الرئاسي، ان احنا برضو ما ننساش نتكلم عن المراجعات وعن من هم العائدون من هذه الأفكار الإرهابية والتكفيرية وكل هذا النوع من الأفكار اللي هي من شأنها بتهدم الدولة. نعم. وبتهدم عقول الشباب. يعني حضرتك لما بتتكلم عن المراجعات أو لما نيجي نتكلم عن المراجعات وعن الناس اللي بتعتنق هذا الفكر، هو هناك أماكن معروفة بيتم اصطياد العقول اللي هي البسيطة، زي مثلا النوادي الاجتماعية في الأماكن العشوائية وفي القرى وفي المحافظات وفي الأماكن اللي يعني فيها تحت يعني خط الفقر. هناك الزوايا في الجامعات في الجوامع، يعني هناك أماكن بعينها. هل أنتم نظرتم في هذا الشأن وده من ضمن تخصصكم، أم هناك لجان أخرى؟ لأنه لن يكتمل هذا العمل بشكل كامل والنجاح فيه إلا إذا تناولتم هذه الشؤون. يعني فبتكلم على قضية أكبر بكتير من عمل لجنة العفو الرئاسي. لجنة العفو الرئاسي دورها بينحصر في مراجعة حالات الشباب المحبوسين ورفع بها تقارير لمؤسسة الرئاسة، ولما بيقابلنا توصيات بنقولها. لكن احنا حضرتك اللي بتكلمي فيه ده دور المجتمع بالكامل وكل مؤسساته. احنا بنتكلم على تعليم مشابك في توعية رايح على تجديد خطاب ديني، وبالتالي ده أمر كبير جدا. وده وبنتكلم على بيئة خصبة لتولد الإرهاب أو تواجد الإرهاب. والحقيقة أنه لقينا أنه الإرهاب بيبقى موجود في الأماكن الأكثر فقرا، والإرهاب بيكون موجود في الأماكن الأكثر جهلا. دي الأماكن اللي بيقدر الإرهاب يوجد لنفسه مساحات فكرية يقدر يغذي بها العقول، لأنه بيستغل الإحباط، بيستغل الفراغ لأنه في بطالة، بيستغل عدم الوعي والجهل بالدين، فبيقدر أنه يلاقي لنفسه طريق. فبالتالي المواجهة الحقيقية الحاسمة مع الإرهاب، طبعا المواجهات الأمنية مهمة
في القدرة على وقف قدرة هذه الجماعات الإرهابية على النيل من المجتمع وعلى النيل من الأفراد. والحقيقة إنه أجهزة الأمن المصرية والجيش المصري قدم تضحيات عظيمة في هذا الشأن، لكن حسم مواجهة الإرهاب والقضاء عليه تماما يأتي فكريا بتجديد الخطاب الديني بمفهوم. يعني إيه نجدد الخطاب الديني؟ يعني مش معناه إن إحنا نتنازل عن كل ما فات أو نتمرد على كل الاجتهادات التي تمت على مدار قرون من الزمان، ولكن أن ننظر إلى هذه الاجتهادات بعين جديدة، عين تتعلق بعام 2017، بأن إحنا بقينا في زمن مختلف يحتاج إلى تجديد هذه الـ الأفكار، تجديد هذه. إحنا النهاردة وإحنا بنتكلم على مناهج التعليم الموجودة واللي بتدرس الدين في يعني حتى في الأزهر محتاجة إلى إعادة نظر، محتاجة أنها تتطور، محتاجة أنها تتخلص وتنقح ننقح هذه المناهج من أي أمور بتميل للتطرف أو بتميل لعدم قبول الآخر. كل دي حاجات ده مش هيقدر يقوم بيه لجنة عفو ولا حتى برلمان لوحده، ده عايز تضافر من كل مؤسسات الدولة، لأن ده التحدي الحقيقي في القدرة على مواجهة الإرهاب والقدرة على الارتقاء فكريا، وإن احنا نقدر. والحقيقة إنه يعني أنا مطمن إن احنا نقدر نعمل ده في ظل إنه مصر قدمت نموذج رائع في التعايش على مدار قرون طويل، تعايش سلمي إلا قليل من الحالات. يعني البعض بينزعج مثلا لما يحصل بعض حالات اللي بيسموها بالحالات الطائفية، والحقيقة دي قليلة جدا بالنسبة اللي احنا بنتكلم على شعب فيه 90 مليون، وهذا الشعب مفهوش مش متقسم يعني كتل على حسب دينها زي موجود في بعض الدول، لا ده احنا عايشين في قلب بعض. يعني المسألة ان احنا بنقدم نموذج رائع في التعايش، وبالتالي نقدر نبني على ده ونقدر نوصل لمرحلة رائعة من القدرة على مكافحة ومواجهة الفكر اللي جالنا مصدر. ومصر أساسا المصريين مش دي طبيعتهم، المصري لا يميل للتطرف أساسا. ولما نبص بالمناسبة على، والبعض ما يعرفش هذه المعلومة، انه مصر من الدول اللي مش معدلاتها كبيرة في تصدير الإرهاب. يعني لو البعض عرف معلومة انه مصر مجموعة او العدد اللي موجود داخل تنظيم داعش بيحملوا الجنسية المصرية هم نفس عدد اللي بيحملوا الجنسية الأسترالية مثلا، يعني من الأستراليين نفس العدد بالضبط، وهو يعني عدد قليل. فمصر مش من الدول المصدرة للإرهاب كما يظن البعض، وبالتالي احنا نقدر نلعب دور، بس المشكلة او الموضوع ان احنا مش بنلعب دور في الداخل المصري فحسب. مصر عليها وعلى أزهرها دور في نشر التنوير في العالم الإسلامي كله، لانه مين هيعمل ده غير مصر؟ ما حدش يقدر يقوم بالدور ده غير مصر. ويمكن حتى من خلال لقائنا بالوفود الأجنبية في لجنة العلاقات الخارجية هناك طلب مستمر بوجود أئمة مصريين يقدروا أنهم ييجوا يتواجدوا في المساجد في ألمانيا وفي بريطانيا، ويقدروا أنهم ينشروا الإسلام السمح التنويري الوسطي الأزهري، لأنه في إيمان من الغرب أنه الإسلام الصحيح اللي فيه تقبل الآخر ومتفاهم لأبعاد دينه بشكل كامل هو ما يقوم به الأزهر الشريف، وهم مستنيين من مصر هذا الدور، وأعتقد أن احنا يجب أن احنا نطلع به. لما حضرتك كلمت عن الحقوق، حضرتك اتكلمت عن توفير التعليم الجيد، الحق في التأمين الصحي، الحق بالنسبة للمرأة والطفل، ويعني مكافحة الفقر، مكافحة الجريمة، الأقليات، حقوق الأقليات، ودي من أحد القضايا اللي بتستخدم ضد مصر واستخدمت ضد مصر بشكل مكثف. المؤتمر السابق بأسوان أو اختيار أسوان كجهة من قبل المؤسسة الرئاسية لعقد الاجتماع الثاني المؤتمر الشباب كانت فكرة جيدة جدا، وما كانتش مجرد فكرة وخلاص، ولكن كانت أيضا مناسبة أنه الرئيس يرد بيها على الاتهامات اللي بتوجه إلينا. وفي هذا المؤتمر أيضا أطلقت عدة مشاريع مهمة جدا لأبناء الصعيد ولجنوب الصعيد بشكل مهم ولأبناء النوبة، وكان واضح جدا اهتمام الرئيس وتركيزه على تمكين أبناء النوبة وتوفير فرص العمل وتوفير المشاريع لهذه الفرص. فعايزين نتكلم باستفاضة عن هذا الموضوع. الفكرة في أنه رمزية المكان دايما حاضرة، سواء كانت بدأت بشرم الشيخ، وهنا كنا بنوصل رسالة للعالم أنه شرم الشيخ آمنة،
وانه بنجابه كل من يروج انه في مشاكل في جنوب سيناء او في امور تقلق من وجود السياحه او غيره. فهنا كان في سبب او رمزيه للمكان. كمان اسوان كانت الرمزيه حاضره بشكل كبير. بنتكلم على عمق الجنوب المصري، بنوصل عدد من الرسائل، وفي اعتقادي رئيس الجمهوريه دايما بيستخدم الرسائل المشفره في توصيل معاني كثيره. احنا ممكن نقعد نفسرها ونعددها. بالظبط بالظبط، ودي عبقريه الموضوع. فالحقيقه انه يعني رمزيه المكان انه يكون اسوان ده شيء كان رائع جدا لاكثر من شيء. اولا احنا في جنوب مصر بنتكلم على اهتمام بالصعيد اللي كان مهمل على مدار سنوات طويلة، على ضرورة لما بيكون رأس الدولة في مكان ده بيخلي الأجهزة التنفيذية كلها على يعني على استعدادها الكامل وعلى انتباهها الكامل لضرورة تحقيق القرارات الرئاسية اللي هتصدر عن المؤتمر. وأنا كنت سعيد جدا إنه التركيز كان على قضايا الصعيد فحسب، وده كان شيء رائع عشان نقدر إن احنا ننجز في ما نفتحش بقى في قضايا كتير وما نقدرش نركز على امور بعينها. فكان التركيز على قضايا الصعيد كان شيء رائع. التوصيات اللي خرجت كانت مهمه. بتمنى ان شاء الله لجان المتابعه تقدر ان هي تتابع تحقيق هذه التوصيات، لانه الصعيد ده كنز احنا لسه ما فتحناهوش. امكانيه انه ازاي نقدر نوفر فرص عمل في المحافظه نفسها وما نلاقيش هجره، سواء كان للمدن الكبرى او للقاهره او هجره حتى للخارج خالص، وازاي ان الشباب يقدروا يوجدوا فرص عمل تناسب التعليم اللي هم تلقوه. اعتقد ان ده برضو من التحديات الكبرى اللي احنا بنواجهها دلوقتي. حضرتك اثرت موضوع توجيه الدعم وتنظيمه، كان هناك ضروره قصوى لتوجيه الدعم، وهذه النقطه بالتحديد اتكلم فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر اسوان، واوضح نقطه مهمه انه من قبل كانت تقدم الخدمات بشكل عشوائي بشكل مجاني تماما، كان ما بيدفعش ثمن الخدمات دي، ولذلك لم تستطع الدوله ان تستكمل هذه الخدمات، وكانت هناك كان هناك تراجع ملحوظ في اداء هذه الخدمات. لذا كان من الضروري ان احنا نحاول نوجه هذه الخدمات ونقننها ونعمل على تحسينها، وانه نبدا نفعلها بشكل مختلف تماما. يعني من وجهه نظر حضرتك، يعني ازاي ممكن نقدر نوجه الخدمات بشكل افضل؟ في تنميه بتحصل، لكن احنا زي ما بنقول طول الوقت احنا لم نصل لما نريد. احنا في مرحله البناء لسه، يعني احنا مش بنقول ان احنا خلصنا. فدلوقتي في خطط تنميه موجوده وفي سعي لوجود تحقيق لهذه الخطط. مصر دايما عندها تحدي تمويل لمشروعات، لكن احنا بنحاول نكسر هذا التحدي، بنحاول نوجد موارد نقدر من خلالها ان احنا يتم دعم مشروعات كبرى. بالتاكيد احنا في مرحله صعبه، لانه مرحله البناء بتبقى اصعب مرحله، بيبقى فيه مشاكل كتير، بتبقى فيه مشاكل متعلقه بالبطاله، بتبقى فيه قد يكون احباطات عند كتير من الشباب حوالين ايجاد فرص عمل مناسبه، حوالين قدره على يعني القدره على المعايشه والقدره على انه يواجه تكاليف المعيشه اللي هي بتكون صعبه. فمصر النهارده مش بس مساله تنميه، مصر بتواجه او بتعالج مشاكل متراكمه على مدار 30 سنه. والمشاكل دي متعلقه بانه مصر كانت بتعتمد في جانب كبير على الاقتراض من الخارج عشان تقدر تسد عجز الموازنة. بنغير هذه الفكرة الآن، بنتكلم على إعادة تنظيم للدعم. هنا محتاجين قرارات قوية جدا من قبل الحكومة في القدرة على تقوية وتدعيم شبكة الأمان الاجتماعي، لأنه ده اللي محتاجينه خلال الفترة الجاية عشان يخفف حدة شعور المواطن البسيط بالتغير الاقتصادي السريع اللي بيحدث الآن. ويمكن الحكومة سمت التغيير الحالي هو تغيير جريء لأنه سريع جدا، وبالتالي على التوازي كان لابد من وجود أو لازم ندعم شبكة الأمان الاجتماعي، وحتى رئيس الجمهورية بيتكلم في ده، عشان نقدر نحافظ أو نحمي المواطن البسيط من أنه يشعر بفاتورة أو ضريبة التغيير أو الإصلاح الاقتصادي اللي بيحدث الآن على وتيرة سريعة جدا. حضرتك كلمت عن هذا النوع من الخدمات أو
يعني وهي في السوشيال سيفتي نتوركس، وهو في هناك ايضا مشروع التكافل وكرامه. نعم صحيح، وكان رائع يعني كلام كتير عليه قوي في مؤتمر اسوان. يعني في نوعيه يعني طبعًا مشروعات او برامج من هذا النوع لل احنا بنتكلم على مثلا وزاره التضامن الاجتماعي من افضل الوزارات اللي ادت خلال الفتره الماضيه، واحنا عندنا تطلع ان شاء الله ان يكون عندنا دعم بشكل اكبر. انا رايي في تعاون مع البرلمان ووزاره التضامن. طبعا موضوع التكافل والكرم طبعا في تعاون كبير وفي تعاون في مساله المعاشات عامه، قدره على حتى توصيل صوت البسطاء اللي محتاجين ياخدوا معاش. احنا بنعمل ده طول الوقت مع وبننسقه مع وزاره التضامن الاجتماعي، بالاضافه الى انه انا بتكلم بقى انه التحدي الاكبر هو فكره توجيه الدعم واعاده تنظيمه، لانه الحقيقه الدعم في مصر يعني الدوله بتدفع جزء كبير من الموازنه بتاعتها للدعم، والدعم ده بقى لنا سنين طويله بنقول لا يذهب لمستحقيه. احنا محتاجين انه الدعم ده يصل لمن يستحقه فعلا ولا يستفيد منه اي طرف اخر مش محتاج هذا الدعم. للاسف بنجد انه نص الدعم بيستفيد منه طبقات يعني مرتاحه اجتماعيا وبالتالي مش محتاجه هذا الدعم، النص الثاني ممكن يروح في القضايا الفساد اللي احنا بنواجهها الان والبيع في السوق السوداء وغيرها من الامور اللي محتاجه مواجهه بشكل حاسم وشغاله الاجهزه الرقابيه في القدره على مجابهتها ومواجهتها. فهنا في اعتقادي انه الحكومه في حاجه سريعا الى توجيه الدعم او تنظيم الدعم او تحويله من دعم عيني الى دعم نقدي، عشان ده هيكون نقدر من خلاله نواجه كل هذه الظواهر السلبيه، سواء كان بانه بيستفيد من الدعم اشخاص لا يستحقوه او انه يعني جزء من الدعم يهدر من بعض اللي بيمارسوا بعض التلاعبات اللي من شأنها إيجاد مساحات من الفساد أو غيره. السيد الرئيس اتكلم عن حاجة متعلقة برضو بالدعم، يعني ليها علاقة وثيقة بالدعم، هو أنه كانت الخدمات من قبل كل الخدمات بتقدم للمواطن بدون أي مصروفات. نعم. يعني من, من, من ناحيته، ولذلك لقينا تراجع في مستوى هذه الخدمات أو عدم قدرتها على التواصل على أنها تستمر بهذا الشكل. وذكر أنه من المهم حاليا أنه تقدم بعد، وهي نوع برضو من توجيه الدعم مرة أخرى، يعني لابد أن تقدم، تصبح الخدمات بعض الخدمات مقدمة ما تكونش كلها مجانية او ما فكره يعني شبيهه بذلك. لو حضرتك تقدر تتكلم عن ده بشكل اوضح توضح فكره السيد الرئيس، لانها برضو مهمه جدا. نعم. لرفع مستوى الخدمات. صحيح. احنا هنا بنتكلم على خطين يمشوا بالتوازي، في خط متعلق بانه السكه الحديد في مصر وقعت لانه التذكره اللي انا بدفع ثمنها دي هو مش الثمن الحقيقي، او المترو برضو ساءت حالته لانه مش دي القيمه الحقيقيه، وانه القيمه دي كانت المفروض تزيد قرش كل سنة فنوصل للرقم الحقيقي اللي ممكن يغطي فكرة الارتقاء وصيانة هذه المؤسسات. فلما بعمل زيادة بعمل زيادة مفاجأة، فده بيشكل عبء على الناس. في حين الخط التاني اللي أنا لازم أمشي عليه هو إن أنا إزاي أعوض الناس اللي هم الطبقات الفقيرة، إن أنا أديله دعم نقدي عشان يقدر يعوضوا في فكرة ارتفاع الأسعار وفكرة ان انا اقدم الخدمة بتمنها. فبالتالي انا النهاردة الشخص اللي هو مش محتاجه واللي هو من طبقات مرتاحة اجتماعيا هيروح يدفع ثمن الخدمة كاملة، اما اللي هو محتاج او من طبقات فقيرة انا بديله دعم على الجانب الاخر دعم نقدي يقدر يعوضه في انه يقدر يدفع الخدمة بتمنها. وده لازم يمشي، الخطين يمشوا بنفس التوازي عشان ما يشكلش عبء على الطبقات الفقيرة ويبدأوا يشعروا بأي معاناة. التواصل مع الشباب وإيجاد قنوات لذلك، ده قد يعتقد البعض أنه شيء سهل، ولكن يعني خلال 30 سنة اللي فاتت فشلت الدولة أنها تجد قنوات صحيحة للتواصل مع الشباب، وكانت قنوات فقط يعني سطحية جدا وليست ما فيهاش اي معاني جوهريه، وبالتالي كان هناك اقصاء للشباب. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء وهدفه الاول هو الاهتمام كان بمساله الشباب وتمكين الشباب
من الحياة السياسية وفي المجالات المختلفة وغيره. كيف يمكننا أن نجد قنوات صحيحة وفعالة للتواصل مع الأجيال؟ الحقيقة خليني أقول لك إنه الغرب بيحسدنا على شباب مصر، لأنه إحنا بنتكلم على 60% من المجتمع أو أكتر من الشباب، والحقيقة إن النسبة دي يعني مش موجودة مثلا في أوروبا. الدول في أوروبا النسبة الأكبر هو بالسن الكبير، يعني كبار سنا، بالإضافة إلى إنه هذه الشعوب بتتناقص عدديا. مصر ما شاء الله ولادة و 65% منها شباب، يعني إحنا دولة شابة، دولة عفية. فبالتالي دي حاجة إحنا بنتحسد عليها، بس إحنا مش واخدين بالنا منها، مش واخدين بالنا إن إحنا نستثمرها، وإنه الشباب قد يكون هو عنده يعني طريقة أخرى في الحديث، طريقة أخرى في حديث العقول، يعني طريقة أخرى في فكرة الاستيعاب، طريقة أخرى في مناقشة اهتماماته. حصل في فترة، على مدار فترة طويلة، حصل إنه بقى المسؤولين في مصر سنهم كبير جدا، إنه الكوادر السياسية في مصر سنها كبير قوي، وبالتالي وهنا بقى ابتدى الناس دي يعني تحاول انها تتخلص من القيادات الوسطى طول الوقت عشان ما يشكلوش خطر على مكانتهم ومناصبهم. فده عمل فجوة كبيرة جدا على مدار سنوات، ما بقاش عندي جيل وسط، جيل وسط من الوزراء، من المسؤولين، وبالتالي حصل حالة البعد دي ما بين الأجيال، وهو اللي شكل هذه الفجوة. احنا بقى عايزين نلم الفجوة دي. الحقيقة انه يعني كان القدرة على مواجهة هذه الفجوة كان بدأ مثلا بوضع نسبة محددة للشباب في الدستور يدخلوا البرلمان. دي كانت محاولة لده، إنه أنا بضع النهاردة 25% من المحليات يكونوا مش شباب، فأنا بقضي على هذه الفجوة. إن أنا بعمل حوار مباشر مع رئيس الجمهورية فبتكلم في قضايا الشباب كده، وبنتقده رئيس الجمهورية نفسه، وبنتقد الحكومة، والرئيس يعني بيرحب بهذا الأمر وبيرد على هذه الانتقادات وبيدخل في حالة نقاش. هذه روح جديدة لم نعرفها، وبيتجاوب أيضا مع الاقتراحات وينفذها بالزبط. ونشوف توصيات عن مؤتمر، والتوصيات دي مش بس بتتحط كده، لا ده في لجان متابعة بتتابع تنفيذ هذه التوصيات، وفي كل مؤتمر أنا بعمل كشف حساب وبقول إيه اللي اتحقق من التوصيات وإيه اللي أنا هعمله لسه. فإحنا إزاء روح جديدة الغرض منها والدفع بوجود كوادر سياسية شبابية. لكن إحنا كمان وإحنا بنتكلم على عفو الشباب، إحنا بنتكلم على قضية خطيرة، إن أنا لو دفعت الشباب من غير ما يكون مؤهل ومن غير ما يكون قادر على تحمل المسؤولية، أنا بحطه في خطر، لأن أنا بحطه قدام التجربة، ولو هو فشل فأنا بحكم على التجربة كلها بالفشل. وهنا بقى يأتي فكرة إن أنا إزاي صناعة الكوادر، سواء في كل المجالات، كوادر في المجال السياسي، في المجال الاقتصادي، في المجالات الاجتماعية، في المجالات التعليمية، في كل المجالات، ازاي يكون في كوادر شبابية قادرة على تولي المسؤولية. وده كان احد صناعة هذا الامر، هو مثلا البي ال بي او البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة. دي كانت فكرة رائعة في تأهيل الشباب للقيادة، والقدرة على اكساب الشباب مهارات يقدروا من خلالهم انهم يتواجدوا. ورئيس الجمهورية مش بس وقفت عند التأهيل، وانما قال انه من هذا البرنامج الرئاسي هيخرج شباب هيكونوا نواب ومعاونين لوزراء ومحافظين، عشان هنا يدخلوا على المرحلة التانية وهي الاحتكاك العملي. فده كله يثقل مهارات الشباب، بحيث ان انا يبقى عندي بعد سنوات قليلة، عندي بعد 5 سنين مثلا جيل كامل قادر ان يكون ناخد منه محافظين، ناخد منه وزراء، وده الامل ان شاء الله بكره. كيف يتم اختيار الشباب من هذه اللجنه في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب القيادة؟ بيتم التسجيل عن طريق الموقع الرسمي، وبيتم حضور انترفيو، اكتر من انترفيو، وفي يعني امتحانات بتحصل، وبناء عليه على النتائج بيتم دخول. ده كله بشكل شفاف وواضح، يعني اي شخص، اي شاب يستطيع انه يقدم في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وهيمر باختبارات هيمر بيها كل اللي متقدمين زيه، واللي هينجح في هذه الاختبارات هيدخل البرنامج. حضرتك تمثل الأجيال الشابة
العضوة بالبرلمان. عشان كده حضرتك عندك فكرة ويعني وافرة جدا عن التحديات والمشاكل لو نتكلم بشكل موضوعي. نعم. وحقيقي يعني اللي بتواجه الشباب اللي سيادة الرئيس مهتم بيها جدا ودائم الحديث عنها وبيخصص لها الاجتماعات الشهرية. يمكن هو من ضمن القلائل في المؤسسة المصرية الحالية اللي بيهتم بهذه المشاكل. صحيح. والرئيس الأول على مستوى مصر اللي وجه اهتماماته للتحديات اللي بتقابل والمشاكل اللي بتقابل الشباب. إيه أهم المشاكل اللي بيعاني منها الشباب دلوقتي واللي لابد من كسرها غير موضوع مثلا عدم توزيع الكفاءات مثلا، فرص اللي بتقدم، فرص في التعليم؟ بالتأكيد ان الشباب يعني بيتم يعني مظلوم في بعض الأوجه. خليني أقسم الشباب فئات على حسب اهتماماته. فمثلا واحنا بنتكلم على مشاكل الشباب المهتم بالعمل السياسي، فهنجد انه الشباب المهتم بالعمل السياسي هو تايه ومش عارف يدخل حزب ايه عشان يقدر يعبر عن ذاته. ولو خدنا بالنا ان رئيس الجمهوريه اكتر من مره قال انه على الاحزاب دور في استيعاب الشباب من الناحيه السياسيه، وانه الاحزاب هي مصنع الكوادر السياسيه للدوله. الحقيقه انه ده فيه صعوبات، وعشان كده قلت احنا عندنا مشكله في البناء الحزبي في حاجه الى معالجه. اتكلم عن الشباب المهتم بالشان الاقتصادي، وهنا بقى ده متفرع منه كتير لان ده مشاكله كتير. احنا بنتكلم على مشكله المجتمع بالكامل، فعندنا شباب محبط من فكره انه مش من السهل انه يوجد فرص عمل مناسبه، مش من السهل انه يشتغل شغلانه تتوافق مع تعليمه، مش من السهل ان هو يبني اسره، مش من السهل ان هو يحصل على بيت. كل دي مشاكل بتواجه الشباب، وهي مشاكل محبطه جدا، هي جزء من المعالجه الاقتصاديه للمجتمع ككل. بنتكلم على الشباب مثلا المهتم بالشان الرياضي، والحقيقه انا كنت سعيد بمساله الحديث حول عودة الجماهير الملاعب واستيعاب الشباب المتعلق بالروابط الرياضية والتعامل معها والتعامل مع مشاكلهم ومحاولة معالجة هذه المشكلات. ده كان جزء متعلق بالشباب المهتم بالشأن الرياضي. بنتكلم على الشباب المهتم مثلا بالشأن التعليمي أو الاختراعات والابتكارات، زي ان انا اقدر ازلل واعالج البيروقراطية والفساد اللي ممكن يحول دون الاستفادة من ابتكارات ومن اختراعات بعض الشباب، ومن وان احنا نلاقي انه بعض الدول بتتكالب على كتير من شباب مصر اللي عندهم افكار جديده ومختلفه واختراعات عشان ياخدوا هذه الاختراعات ينفذوها في الخارج ويستفيدوا منها، في ظل ان احنا الاولى بالاستفاده من هذه الاختراعات ومن هذه الابتكارات. كل دي امور محبطه للشباب، في جزء منها بيتعالج، في جزء في سعي لمعالجته، في جزء احنا بنلقي عليه ضوء عشان نوجد له المعالجه المناسبه القادرة على مواجهة كل هذه المشكلات عشان نرفع هذه الإحباطات ونرفع. لأنه في النهاية لو أنا قدرت أن أنا أحقق لهذا الشاب أن حلمه يتمازج مع حلم الوطن، فأنا النهاردة وصلت إلى أفضل نقطة، أنا عايز أوصل لهذه النقطة، وبالتالي حلمنا يتوحد ونقدر ننطلق إلى المستقبل. $180,000 illegal immigrants with criminal records ordered deported from our country are tonight roaming free to threaten peaceful citizens. President Donald Trump has issued and is expected to continue to issue executive orders relating to immigration, including visa issuance, screening procedures, e-verify, higher H-1B wages and refugees. The intent of these orders is to protect the nation, but they are also creating confusion, anxiety, and delays for foreign nationals and their employers. On January 27th, Trump signed an order titled Protecting the Nation from Foreign Terrorists' Entry into the United States that stops refugee admissions for at least 4 months and temporarily suspends the entry of immigrants and non-immigrants from primarily Muslim countries. The order was suspended after a federal judge issued a temporary restraining order that prohibits enforcement. An appellate court upheld the suspension. However, the Department of Justice has announced it intends to file an emergency stay of this order and defend the president's directive. As these orders are implemented and or reviewed, foreign nationals and employers should plan for delays on visa issuance for people coming to the U.S.
One should also expect delays in processing, crowding of secondary inspection sites at ports of entry, and increased documentary requirements. If you are not a U.S. citizen and intend to travel to the United States, bring all evidence of your legal status in the country, such as your passport, visa, receipt notices for pending petitions, and any other evidence of your legal status and ties to the U.S. Some of the proposed orders will curtail employment-based legal immigration, but that goes against the required workforce strategy to allow the U.S. to compete in a global economy. Clients and foreign workers say, "I can't find enough of that right talent." They spend much of their time recruiting employees they need today and almost no time recruiting for the future. With unemployment less than 5%, more than 5.6 million job openings in the U.S., and an aging workforce that is not being replaced by U.S.-born talent, enough skilled workers to grow the economy. Business growth plans must have a global strategy that includes employment-based legal immigration. That takes planning, supportive laws and executive orders and counsel from immigration attorneys who can help employers navigate processes that nurture global talent. So the labor force participation rate goes down too. أستاذ طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بنشكر حضرتك جدا. كوريك شكرا جزيلا. And this is where we end this edition of Egypt's Parliament. Many thanks to all of you and until next week, that's a goodbye.